تعاد لفريق شباب الريف الحسيمي مع نظيره الكوكب المراكشي برسم الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية. في الشوط الأول كان أداء الطرفين متقاربا قبل أن يباغت فريق الكوكب المراكشي شباب الريف الحسيمي بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق سفيان البهجة. الجولة الثانية جاءت مخالفة لسابقتها، إذ استعادت عناصر شباب الريف الحسيمي أنفسها وهاجمت بقوة، لكنها ضيعت العديد من المحاولات السانحة للتسجيل، خصوصا بعد تألق عبد الإله المحمدي حارس الكوكب المراكشي. لاعبو الكوكب حاولوا جاهدين الوقوف في وجه شباب الريف الحسيمي، إلا أن نبيل أمغار خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 ليزدل ستار المواجهة بالتعادل هدف لمثله. وردود الفعل عقب هذه المباراة نتابعها في تصريحي هشام الدمعي ومصطفى مديح من إعداد الزميل عبد الإله حيدر. نتابع الشوط الأول، تظن أنه كنا في المستوى، ولكن الشوط الثاني تظن أنه التغييرات اللي قدم عليها الفريق الحسيمي كانت يعني فيها النجاة المطلوبة. اللاعبين ديالنا يعني مالوروزمون أون با سي كونترولي دوك لي جوار سورتو لي رومبلاسون تاع فريق الحسيمه، ونا با داك التحول المطلوب من الدفاع للهجوم. ظن انه تراجعنا كثير للوراء، ونا فيني باربي ظن انه بالنسبه لاطوال المباراه فظن انه تعادل منصف للطرفين، ولو انه كما قلتي اون با سيتيو لو ماتش في بريمير ميت. ولكن عرفوا حنا الفريق ديال الكوكب المراكشي فريق اللي ما شاء الله غادي كيتقوى، والزميل والاخ الصغير، انا كنقول الاخ الصغير الدمعي كيدير عمل جيد. اللي كاين هو الشوط الاول كما قلتي النسيان ما كان فيه والو، درنا بعض التغييرات و الى بغيتي تقول غامرت شي حوايج، واحد ولا جوج ولا جوج صفر بحال يعني. بالتالي نظن بالله اللاعبين امنوا الى اخر لحظه. كنعرفوا الكوكب المراكشي الا سجلات عليك صعيب باش تسجل عليها، نظرا للدفاع ديالها والحارس وحتى وسط الميدان الدفاعي، لان الناس كتخافاش صراحه. احنا بقينا مامنين سجلنا هدف، هذه نظن بان التعادل بطعم الفوز بالنسبه لنا. تعادل بطعم